السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. تعرض مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي لمحاولة اغتيال نفذتها الميليشيات في العراق عن طريق قصف منزله بطائرات من دون طيار مفخخة، ما أدى إلى أضرار مادية وبعض الإصابات الطفيفة له ولعناصر حمايته. محاولة اغتيال الكاظمي جاءت بعد ساعات من تهديدات أطلقها زعماء الميليشيات بالقصاص منه ومحاكمته خلال تجمع زعماء الميليشيات أمام بوابات المنطقة الخضراء، حيث توعد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الكاظمي بالتصعيد وإجراء ما وصفه بالعقاب على هامش المواجهات التي وقعت يوم الجمعة بين القوات الحكومية وعناصر الأحزاب والميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات. وقال العامري إن اعتداء قوات الأمن على عناصر تحالف الفتح لن يمر دون عقاب، فيما هدد زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بأخذ الثأر من مطلقي الرصاص على عناصر ميليشياته قائلا إن الكاظمي سيدفع الثمن. نتابع الآن مشاهدينا الكرام في المقطع الآتي هادي العامري في التجمع الميليشياوي أمام بوابة الخضراء وهو يهدد الكاظمي، لنشاهد. الاعتداء البارح الذي حصل عليهم من حرق الخيام وأطلاق النار جريمة لن تمر بدون عقاب، وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا. احنا شفناهم لن تمر بدون عقاب، وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا. احنا شفناهم على ولن نسكت عن هذه الجريمة أبدا. نبقى مع نفس الموضوع، ننتقل الآن إلى زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، هو أيضا توعد الكاظمي بمحاكمته، لنشاهد. ذات الكاظمي نفسه دماء هذه الشهداء، عندما تقوم أنت بالرد بهذه الطريقة بإطلاق الرصاص الحي بشكل قصي معناه شنو؟ هؤلاء المتظاهرين ما كان لهم مطلب إلا ضد التزوير، وعدم صبرك وردك بهذه الطريقة معناه أنت المسؤول الأول عن التزوير. وبوك أنت يا مكتب يا كاظمي وكل من يقف مع الكاظمي وخلف الكاظمي وامام الكاظمي وكل من شارك في هذه الجريمه، ونحن الان نعرفه فردا فردا. جماع الشهداء محاكمتكم، جماع الشهداء محاكمتكم. اذا احنا يوم من الايام تركنا دم ابو مهدي وتركنا دم ابو حج قاسم وحاشانا ردنا وصل لكل قاعدة أمريكية حاشانا. أيها الكاظمي بما تستحق من وصف اسمحها من شروب أصيل دم الشهداء هو محاكمتك. استمعتم إلى حديث الخزعلي. الميليشيات استهدفت منزل مصطفى الكاظمي بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيرة وصواريخ، دعونا نشاهد لقطات من هذا الاستهداف. طبعا كان هناك اشتباكات مسلحة بشكل واسع بين الميليشيات والأجهزة الحكومية. بعد قصف منزله من قبل الميليشيات ومحاولة اغتياله، كان ما ستسمعونه الآن هو رد مصطفى الكاظمي الذي دعا الجميع إلى حوار هادئ وبناء، دعونا نشاهد. إلى أهلي وشعبي في كل مكان من العراق العظيم، إلى كل من قلق في هذه الليلة، فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير.
إن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا، ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل عراقي. أدعو الجميع إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق. طبعا كان هناك تفاعل كبير جدا في العراق بشأن هذا الموضوع، وهناك آراء كثيرة جاءت بخصوص هذا الموضوع، لكن ما الذي قاله العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الحدث؟ كرار يقول: ولك يا احترام الدولة، ضاربين بيت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اللي هو أنت، بس يمكن بعدك ما مصدق أنه أنت رئيس وزراء صرت. قسيم يقول: أولا هذا من إيدك، وإلا أنت شنو دورك؟ ثانيا ترى هم قصفوا بيتك، يعني يردون يقتلوك، يا حوار هادئ وبناء، شو هالرومانسية؟ ثالثا ما حد قلق عليك، ناركم تاكل حطبكم. محمد يقول: أعلى سلطة بالعراق وما مأمن على روحك من الأحزاب، إحنا شلون؟ هذا سؤال يطرحه كل مواطن عراقي الآن مشاهدينا الكرام. نوار يقول: ما شاء الله قائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ويدقون بيته بالصواريخ والطائرات المسيرة، عاد المواطن البسيط شو يسوي؟ طيح الله حظكم وحظ هاي الحكومة اللي ما تقدرون تحمون أنفسكم، شلون تحمون الشعب؟ ربما أبرز سؤال يطرح اليوم في العراق بعد هذا الحدث هو: كيف يمكن لهذه الشخصيات الضعيفة الغير مسيطرة على الوضع في العراق أن تتحدث عن حماية العراقيين وهي لا تستطيع حماية بيوتها وأنفسها من الميليشيات ومن هذه الأسلحة؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر مرتبط بالملف الأمني ارتباطا وثيقا طبعا، لأنه هو أيضا متعلق بالوضع الأمني في العراق. نبقى مع الانفلات الأمني، غياب الدولة والقانون. مواطن من محافظة البصرة هو مستثمر وصاحب شركة صرافة، تعرضت شركته لعملية سرقة بمبلغ يقدر بنحو 2 مليار دينار عراقي من قبل مسلحين متنفذين في محافظة البصرة، تحديدا في حي الجزائر. بعد أن رفع دعوى قضائية ضد العصابة، تم اعتقال عناصر من هذه العصابة بعد 6 أشهر واعترفوا بجريمتهم. بعد أيام تم تهديد صاحب الشركة بقتله وعائلته إذا لم يتنازل عن الدعوة وعن حقه القانوني، وبالفعل تم مهاجمة منزله بعد فترة، وتم مهاجمة شركته وسط غياب أمني تام عن حماية هذا المواطن. دعونا نستمع إلى حديثه. تنفذوا العملية من الساعة 11 ل 6 الصبح. نعم. أخذوا قرابة 1.85 مليار عراقي. هذا المبلغ، الصور من شفنا ذول الملثمين. نعم نعم. سرقوا من نعم نعم سطوا مسلح، عندهم أسلحة وعندهم أكسجين وعندهم قناني غاز وعندهم كلاشنكوفات وياهم. طبوا عليكم؟ طبوا للشركة. احنا الخميس نعزل بالليل، الجمعة ما نفتح. نفذوا العملية. انت وين مكانك بالتحديد على؟ نعم. وين شركتكم بالتحديد؟ بالبصرة بالجزائر. نعم تفضل. اللي هو هذا عاصمة البصرة. يعتبر هذا الشارع. سجل الدعوة. نعم. يم الجرائم. نعم. جرائم البصرة. نعم. ورا 6 شهور خابرونا الجرائم، قالوا لا تعزلون، احنا جايكم بالشركة خير ان شاء الله. قالوا لزمنا العصابة، يا الله فرحنا بيهم لزموهم. اي تعاون صار بين خلية الصقور الاستخباراتية والجرائم البصرة. زين. بإشراف العميد محمود. زين. لزموهم، طلعوا بيهم كشف دلالة. زين. اعترفوا قضائيا وبدائيا. نعم. ويا الاستاذ عوني. اخذوهم هم، ورا 4-5 أيام جانا اتصال تليفون. السلام عليكم. السلام. تفضل. قال انا راحت فلوسكم وارواحكم تروح. منو حضرتك؟ قال انا اخو الموقوف جعفر. نعم. يا شلون ارواحنا تروح؟ قال مثل ما اخذنا فلوسكم ارواحكم تروح. نعم. اصدق والله ووفى بكلمته. ورا 3 أيام جرم البيت كله مالتنا. حرق البيت، رمى البيت مالتنا. المقطع اللي شفته بالفيديو اللي بالسياره. نعم. هذا اول ما رمى البيت مالتنا. نعم. صبحنا الصبح سجل الدعوة عليهم. خابرني قال أنا خذيت فلوسك ورميت بيتك، باكر راح أجيك شركتك. عدى 4-5 أيام إجى للشركة مثل ما شفت، رمى الشركة كلها تتنازل وتتنازل بالإكراه،
وأنا أناشد حكومة دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون جواب واضح وصريح إلي ولعائلتي شنو اللي أسوي أنا. أنا لا رجل دولة ولا عندي ميليشيات ولا أحمل سلاح، جاي أخاطب وأناشد الدولة أن تخلصني. يعني معقولة مجموعة هذول ولد آوى لابدين وأوكارهم موجودين بالعمارة، يا راذلهم أسود أطلعهم. يعني دولة بحجم العراق ما تقدر على كم واحد مرتزقة أصابوا مرتزقة. للأسف يا أخ علاء، نتمنى طبعا لك السلامة ولعائلتك. لا تستطيع هذه الدولة بالفعل أن تسيطر على هذه المجاميع من المسلحين، والدليل أن ما حصل لمصطفى الكاظمي. حارث يقول في بعض التغريدات يناشد الكاظمي، هو الفجر دزولة مسيرة وهددوه علنا وكل شيء ما سواه، بس للأمانة دعا الشعب إلى الهدوء وضبط النفس. بس أعرف شنو علاقة الشعب بالموضوع، أضبط هاي الشرذمة أولا والشعب بعدها يشعر بهدوء يا خايب. تغريدة لدينا من ياسمين تقول ما تفيد المناشدة، اللي عنده كم فلس ياخذ عائلته ويهج، لأن البصرة صايرة محافظة رعب. لدينا تغريدة من منى تقول ما دام البلد بيد أتباع إيران وميليشياتها ماكو فد شي تقدر تسويه، ولا أكو سلطة تنفيذية تقدر تساعدك، الله المستعان. آخر تغريدة لدينا من فهران يقول لا يوجد دولة نقطة راس السطر، يوجد سلاح وقوة تفرض رأيها. للأسف الشديد هذا هو واقع الحال في العراق، وهناك من لا يعترف بهذه الحقيقة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، حدثت فوضى كبيرة ومشادات كلامية بين مسافرين عراقيين وممثل شركة فلاي بغداد في مطار اسطنبول الكبير بسبب تأخر الطائرة عن الموعد 15 ساعة، وسط حالات إغماء بين صفوف المسافرين وكبار السن ودون حلول تذكر من قبل السلطات الحكومية في بغداد، علما أن شركة فلاي بغداد تدار من قبل مقربين من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وتتبع له بحسب ناشطين في العراق. لنشاهد. هذه المهزلة مال طيران فلاي بغداد، هاي العالم صار لها 10 ساعات هاي نايمة بالقاع، وهذا المندوب هسه عاقم وعشرة جاي قشمرونا، هاي جايبيننا بطل ماي وجبن جاي قشمرون على العالم، بهذا 10 ساعات صار بالضبط منتظر العالم بالمطار. مشاهدينا الكرام، لغاية هذه اللحظة لا توجد أي أنباء عن سفر هؤلاء المسافرين العالقين في مطار اسطنبول بسبب تأخر رحلتهم من شركة فلاي بغداد. أمير يقول نفس الحالة صارت ويانا بالعراقية، من سألنا الأتراك قالوا لأن الشركات العراقية ما جاي تسدد المستحقات اللي عليها مال وقود وخدمات أرضية، لذلك يتم إيقاف الطائرات أو إلغاء الرحلات. فرح تقول مع احترامي شلون تثقون بفلاي بغداد، ما أعرف أي شيء تابع للأحزاب ما مضمون. إبراهيم يقول كل شركات الطيران بالعراق بدون استثناء ما عندهم أي التزام بالوقت، تأخير تأجيل تقديم الوقت بالنسبة للرحلات موضوع طبيعي جدا، وصارت هذه الحالات معي 3 مرات. دعاء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شركة تعبانة صوت الحكومة ما عندهم رقابة عليها. أنتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة، الواقع الصحي. محافظة ذي قار مدينة الناصرية، شكى مواطنون في هذه المدينة من الأسلوب المتبع من قبل إدارة مستشفى الناصرية بعد رفضهم إجراء عمليات الولادة داخل المستشفى الحكومي وإجبار المواطنين على إجراء عمليات في المستشفيات الخاصة الأهلية رغم غلاء الأسعار، غير مبالين في الوضع الاقتصادي أو للوضع الاقتصادي للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود. لنشاهد. أنا هسه باب صارت الأولاد هندخل على طب الشهر العاشر، يا دكتور نروح لها تحولها للأمل، نجي للمستشفى تقولها مو دكتور تج، الفقير وين يروح؟ إذا زوجها سايق تاكسي تروح للأمل مليون، منين نجيب؟ هاي رسالة إلى المحافظ ولا النواب ولا وزير الصحة، الفقير وين يروح؟
عمليه الولاده بمليون مليون ونص، والدكتورات ما اشتغلت، تجينا تقول لك والله ما عندي مجال، والله ما راجع عندي، هاي واقع ولا مو واقع؟ هذا الفقير وين يروح؟ وين يروح الفقير؟ اذا سايق تاكسي ولا بستوته وين يولي؟ ما يصير هيك. هاي اختي انا ثائر، هذه ناصر، هاي صارت الولاده. الفقير بس اقول لك يا وزير الصحه يا محافظ نقار وين يروح؟ راح اطب العشره اذا ماتت. احمل مسؤوليه الاداره، احمل مسؤوليه المحافظ، احمل مسؤوليه كل مسؤول يشوفنا، والدكتور بنخص وجهنا احنا. عمليه سايق رجل سايق تاكسي روح للامل بمليون دينار، يا دكتور روح له، والله احنا ما نسوي، ما راجعته. هذه رساله للمحافظ، النواب، الاحزاب، كل واحد يسمعني. الاداره المدير المستشفى، اذا صار شيء باختي وحق شفاعه علي ما تخصهم مني لا قانونيا ولا عشائريا، الله شاهد ورسوله. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في فيسبوك. ندى تقول: وشنو خدمات المستشفى الأهلي؟ بس سرير نظيف والباقي خسارة فلوس، على الخالي بلاش، والدكتور يجي بس بالليل 5 دقائق يفحص، ولازم 100,000 تدفع له. رشا تقول: صحيح كلامه، المستشفيات هيج كلها مو بس بمحافظة ذي قار. مصطفى يقول: والله من حقه، دمروا البلد جماعة الأحزاب. آخر تعليق لدينا مشاهدينا الكرام من علاء يقول: للأسف ماكو أحد يهم الأمر بالعراق العظيم. هذا ما لدينا طبعا بهذه الفقرة مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم إلى فقرة أنت ترى. وزعت بلدية بعقوبة وإدارة محافظة ديالى 1700 قطعة أرض بشكل رسمي للمواطنين غير قابلة للبيع، بعد أن تم بناؤها حجزتها مرة أخرى البلدية بذرائع غير منطقية بحسب السكان وصادرتها، ومن ثم قامت بهدم ما بناه المواطنون الذين حصلوا على هذه الأراضي ووزعتها مرة أخرى لمواطنين آخرين. دعونا نشاهد. العالم تشتري وتبني بملايين وتفاجأ بعد سنين محجوزة، ويصادرونها من حسين يبيعونها علي بفلوس. هذا كله مشروع أرباح مسوينها البلدية، يوزعونها هم، ينصبون وهم يوزعون وهم اللي يحجزون، والمواطن واقع بيها بعد ما يبني ملايين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة صندوق الوارد لدينا هذه الرسالة التي وردتنا، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي قناة الرافدين الأصيلة، قناة الشرفاء الناطقة باسم الشعب العراقي المظلوم. لم نرى أي رد فعل للسياسيين السنة وعلى رأسهم محمد الحلبوسي بشأن ما جرى في محافظة ديالى من جرائم قتل وتهجير ترتكب في المحافظة. أرجو من قناتكم الكريمة فضح الزمرة الفاسدة التي تدعي تمثيل المكون السني في الحكومة، مع كل الشكر والتقدير. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والتابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، واسمنا لهذا اليوم هو أنقذوا مرضى الثلاسيميا، وذلك بعد تفاقم معاناة مرضى الثلاسيميا في العراق بسبب نقص الأدوية والإهمال الحكومي وغياب الرعاية الصحية منذ سنوات رغم المناشدات. بعض التغريدات لدينا، أولها من ناصر يقول أو نصر: مرضى الثلاسيميا يواجهون ظروفا صحية صعبة بسبب نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم. تغريدة لدينا من عماد يقول: أمراض تفتك بالناس ولا يوجد أي حراك حقيقي من قبل الحكومة. تغريدة أخرى لدينا من زهى تقول: أيها المسؤولون تخيلوا أن أبنائكم تقول أيها المسؤولين تخيلوا أبنائكم مصابين بهذا المرض، مو تودوهم لأحسن وأرقى مستشفى؟ لو أنا غلطان.
وغلطانة. علي يقول السرطان ينهش بأجساد الصغار والكبار ووزارة الصحة يتعاركون عليها الساسة. هذه جزء طبعا من التغريدات مشاهدينا الكرام، هناك تفاعل كبير طبعا بشأن هذا الموضوع في موقع تويتر، نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة مشاهدينا الكرام، أكثر من 2 مليون نازح يمني والعدد قابل للازدياد كل يوم، بلا مأوى، بلا مساعدات، بلا أي شيء. دعونا نتابع هذا المقطع. نزحنا في ليلة ظلم، ما شلينا من أدواتنا حتى بطاني. تعبان، عندي العمود انزلاق، ولا عندي فلوس اتعالج بها، ولا حق جابلنا من المنظمات ولا من المكان، وحالة الناس حالة، ما عاد بها منين تقترض من اي واحد. إذا استقبلت 200 إلى 300 مريض، كل المرضى يحتاجوا إلى خدمات مجانية كاملة، وهذا يؤدي إلى ضغط شديد على المستشفى، خصوصا بجانب الأدوية. الأدوية هناك ضغط كبير، وإضافة إلى محاليل المختبر من أجل الفحوصات وغيرها. ولكن في هذه المرحلة نتمنى من المجتمع الدولي، من المنظمات، النزول إلى المخيم، دعم المستشفى بالأدوية. طالب لنا فراش ودفا وقاوي وخيام، ذين قاعد اخلاط ظلنا وتكننا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.